إذن متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواتنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء. هكذا ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات الأبكار المحليات الأصايل مع شوطنا الخامس والثمانية كيلومترات مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى إلى جبار الخزاع بن محمد بن صقوح العامري. يقدم لنا جبارة مع الصدارة الأولى والانطلاق الأول بينما ثاني الأسماء. التواصل في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام من مراسيل سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي بينما المركز الثالث وثالث الأسماء في هذه اللحظات شايبة لصالح بسليم بخسوان العامري ياتي في هذه اللحظات على ثالث الأسماء بينما رابع الأسماء الدخول من الصبور لسهيل بدليل بصقوح العامري ياتي في هذه اللحظات على رابع الأسماء وخامس الأسماء الدخول من أشواق لمسلم بن ناصر بن يوعان الشامسي يتقدم في هذه اللحظات. يقدم لنا أشواق بينما سادس الأسماء الدخول من الرباع لسيف بن مسلم بن غزول العامري ياتي في هذه اللحظات على سادس الأسماء وأيضا سابع الأسماء في هذه اللحظات. متابعينا الكرام القدوم في هذه اللحظات من شواهين لحمد بن محمد عبد الله العامري يتقدم في هذه اللحظات على سابع الأسماء وثامن الأسماء مختارة لسالم بن حمد بن دليل بالويع العامري بينما هنا الدخول الدخول على تاسع الأسماء في هذه اللحظات من الخوارة لسالم بن حمد الحبروت الجنيبي بينما عاشر الأسماء الدخول في هذه اللحظات والقدوم من سمحة لمسلم بن لمحمد بن سلم بن غزول العامري يقدم لنا سمحة على عاشر الأسماء. هذه النتيجة لعشرة الأسماء المتقدمة ولنا عودة إلى مقدمة الشوط. I'm
إذن العودة متابعينا الكرام إلى مقدمة شوط الجبار الخزاع بن محمد بصقوح العامري ياتي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني تاتي أشواق لمسلم بن ناصب يوعان الشامسي يقدم لنا أشواق مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء الدخول في هذه اللحظات من مراسيل لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي هنا يتقدم في هذه اللحظات، بينما رابع الأسماء التسلل من شواهين لحمد بن محمد بن عبد الله العامري، وهناك الدخول على خامس الأسماء الدخول من سمحة للزفنة بن مسلم الزفنة العامري، وسادس الأسماء الانضمام في هذه اللحظات من الخوارة لسالم بن حمد الحبروت الجنيبي، وسابع الأسماء الدخول في هذه اللحظات من رباع لسيف بن مسلم الغزول العامري، وثامن الأسماء الدخول في هذه اللحظات على ثامن الأسماء، وتأتي مختارة لسالم بن حمد بدليل بالويع العامري، وتاسع الأسماء تاتي الساعية لنصيب سهيل بن يطبع العامري، وعاشر الأسماء هناك الدخول من الصبور لسهيل بدليل بصقوح العامري، يقدم لنا الصبور على عاشر الأسماء من خلال هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، وعودتنا إلى الصدارة الأولى، عودتنا إلى مقدمة الشوط. إذن العودة متابعينا الكرام إلى الصدارة الأولى إلى جبار الخزاع بن محمد بصقوح العامري، يقدم لنا جبار على الصدارة الأولى على المركز الأول، وبينما المركز الثاني هنا الدخول من الساعية لنصيب سهيل بن يطبع العامري ياتي على ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء تاتي أشواق لمسلم بن ناصب يوعان الشامسي، هنا متابعينا الكرام يقدم لنا أشواق مع المركز الثالث، حيث الدخول على رابع الأسماء من شواهين لحمد بن محمد عبد الله العامري، والدخول الآخر في هذه اللحظات من سمحة للزفنة بن مسلم الزفنة العامري ياتي في هذه اللحظات على أيضا متابعين الكرام على رابع الأسماء، بينما خامس الأسماء الدخول في هذه اللحظات والقدوم من الصبور لسهيل بدليل بصقوح العامري ياتي على خامس الأسماء، بينما المركز السادس في هذه اللحظات الخوارة لسالم بن حمد الحبروت الجنيبي، بينما هناك شعار بن قزول ياتي في هذه اللحظات على سابع الأسماء من خلال هذا الاندفاع وهذا الانطلاق مع سمحة، بينما المركز الثامن الدخول في هذه اللحظات والقدوم متابع كرام من الرباعة لسيف بن سلم بن قزول العامري، وهناك الدخول في هذه اللحظات والقدوم متابعي الكرام من مختارة لسالم بن حمد الدليلة العامري، يقدم مختارة على تاسع الأسماء وعاشر الأسماء في هذه اللحظات مراسيل لسالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة، ولنا عودة إلى مقدمة شوط. Thank you.
العودة إلى جبارة على الصدارة الخزع بن محمد بن صقوح العامري يقدم لنا جبارة على الصدارة، بينما المركز الثاني يتواصل في هذه اللحظات من الساعية، بدأ يسعى بالنصيب، بدأ يسعى بانطلاقاته وتحدياته، ونصيب بسهيل بن يطبع العامري، بينما ثالث الأسماء تاتي أشواق لمسلم بن ناصر بن يعان الشامسي هنا يتقدم في هذه اللحظات على ثالث الأسماء. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من سمحة للزفنة بن مسلم بن زفنة العامري هنا يتقدم على رابع الأسماء، وخامس الأسماء الصبور هناك سهيل بدليل بصقوح العامري يقدم لنا الصبور، بينما المركز السادس في هذه اللحظات تأتي سمحة لمحمد بن مسلم بن قزول العامري، والكيلو المتر الأخير الكيلو المتر الخطير هنا متابعين الكرام، وأرى شعار يتسلل، شعار يتقدم، له إنجازات، له صولات وجولات في ميادين السباق، يتقدم في هذه اللحظات شيئا فشيئا، ولكن العودة إلى الصدارة هلولة، العودة إلى الساعية على المركز الأول والقيادة هلولة، ونصيب بسهيل بن يطبع العامري هنا يتقدم في هذه اللحظات على المركز الأول. الصبور مع المركز الثاني تأتي بهذا الظهور، بهذا الأداء الرائع والجميل، وسهيل بدليلة بن صقوح العامري المركز الثالث. هنا الدخول من أشواق ياتي بن يعان يشتاق إلى صدارة من خلال هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. مسلم بن ناصر بن يعان الشامسي أحد شبابنا الرائعين والمميزين في هذا العالم الساحر، بينما شعار بن قزول مع سمحة رابعا، ولكن العودة إلى شعار بن نصيب وشعار بن صقوح. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الساعية مع نصيب بسهيل بن يطبع العامري هنا، من يسعى إلى الناموس والانتصار من خلال هذا الانطلاق وهذا الاندفاع متابعينا الكرام من خلال هذا الانطلاق. ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدم الساعية سلام، الساعية سلام، تهانينا لنصيب بسهيل بن يطبع العامري على الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت أشواق لمسلم بن ناصر بن يعان الشامسي، المركز الثالث هناك الصبور لسهيل بدريل بصقوح العامري، المركز الرابع وصلت أيضا سمحة لمحمد بن سلم قزول العامري، المركز الخامس شعار بالزفنة، المركز الخامس وصلت ايضا سمحة للزفنة بن مسلم بن زفنة العامري. اذا تهانينا متابعينا الكرام لمالك الساعة نصيب سهيل بن يطبع العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 13 دقيقة 15 ثانية 63 ايضا جزء من الثانية، تهانينا وناموس.